مكينة هلا صوت بس انا هشغل بقى عشان يلا ابدا. ما شاء الله تبارك الله، جميل. طريقة حشي الحمام ما شاء الله تبارك الله. لا هي في طريقة ثانية ولكنها ريحشوها كامل، بس هذا ريح يسووها كامل بيضيعوا عيوب الحمام اذا كان حجمه صغير. عارف؟ اذا كان حجم زي اللي انت تروح مصر، اذا حد راح مصر حجم الحمام جفر للطيور، بس هنا حمام فرنسي جامد. في سمان بعد ولا؟ لا والله سمان ما في. الخلطة وش هي؟ رز وايش؟ رز وطماطم وبصل وأشياء ثانية وخلطة سرية. الله تبارك الله، هذا الحمام المحشي على النار. شوف مستوي ما شاء الله، يا جمال المنظر. تجهيز الحمام للتحمير في الفرن. هذه يا ابو حسن اسمع الصوت، تغذية سمعية بصرية. ما شاء الله الان جاهز. نقدم لكم الشكر.